وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى اصطدام الجهود الوطنية سالفة الذكر بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا وبعدها الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبا على موازنات الدول. ودعا الرئيس السيسي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد. التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي. من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية، كما أنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي وفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات.